السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيلة اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم. الفيديو ده أنا رفعه حفاظا على مهنة الصيدلة الكريمة وحفاظا على كرامة السادة الصيادلة، لان بصراحة يعني انا يعني في اوضاع انا شخصيا مزعلاني جدا، ومش مزعلاني انا لوحدي، في زملاء كتير اتصلوا بيا وزعلانين، وطبعا يعني ده شيء بيضر رزقهم وبيضر المهنة ضرر بالغ، وبيخرق القوانين العامة للنقابة العامة لصيادلة مصر. أنا كان من فترة كده رفعت فيديو بعنوان تخلص ممن تشاء بهذه الحقنة، وكانت الحقنة عبارة عن ألفن وبيتولفكس وديكساميثازون. ألفن وبيتولفكس وديكساميثازون. كان في مريضة أو مريض بيشكو من آلام في الظهر، فالأخ الفاضل الزميل الكريم قال لها انت هتخلطي دول التلاتة دول ببعض وتحطيهم في سرنجة واحدة وتحقنيهم لفترة كذا وكذا، تمام؟ وايه تاني؟ وهتجيبي هوستاكورتين 5 ملي جرام، وشوفوا بقى الاسقاط، هو كورتيزون بس خفيف، يعني هو نفسه عارف. هتجيب الهوستاكورتين 5 ملي جرام، هتاخدي شريط 3 حبات في اليوم تخلصيه في 3 ايام، وبعد كده شريط هتاخدي حبايتين في اليوم هتخلصيه في 5 ايام، وبعد كده شريط حبايه كل يوم تخلصيه في 10 ايام. دي التركيبه. ومحدش يقول لي الكلام ده ما اتقالش، في واحد في اليوتيوب موثق الموضوع ده صوت وصورة، وقسما بالله العظيم لا أعرفه على الإطلاق، ما أعرفوش خالص، بس أنا في موضوع القص واللزق وكده يعني بيوجع دماغي فما أعرفش الكلام، لكن هو موثق الموضوع ده صوت وصورة. ما صدقنا الموضوع عدى، بصيت لقيت بقى طالع عامل تركيبة قاتلة أيضا، وده عنوان الفيديو، التركيبة القاتلة رقم مليون لعلاج الجيوب الأنفية. عامل ايه؟ قال هتجيب بلكيز سواء الشخص صغير عنده جيوب أنفية أو كبير، الصغير هيجيب بلكيز أطفال والكبير هيجيب بلكيز كبار، أو أوكسيميت صغيرين أو أوكسيميت كبار، أو رينكس صغيرين أو رينكس كبار. أهي مادة الزايلو ميتازولين، مادة الزايلو ميتازولين، تمام؟ وهتعمل إيه؟ هتجيب الأمبول المشتركة والكورتيزون أهو، ديكساميثازون أهو 8 مللي جرام، ديكساميثازون اس صوديوم فوسفيت 8 مللي جرام. هتجيب الامبول ده وتفتح احد هذه القطرات، تفتحها وتجيب سرنجه اهو، تاخد الديكساميثازون اللي هنا 2 مللي فيهم 8 مللي جرام ديكساميثازون، وتفضيهم في القطاره، ويبقى بكده بيقول ايه؟ يبقى بكده حولنا الكورتيزون العضل او الوريدي الى كورتيزون موضعي. هو حضرتك سخنت ولا اضفت مواد ولا حطيت كاتاليست محفز؟ انت حطيت حاجه على حاجه، تمام؟ طيب حضرتك كسرت التعقيم بتاع الامبول ده وكسرت التعقيم بتاع القطاره، بتاعت نقط الانف، كسرت التعقيمين وحطيتهم على بعض،
هل الكلام ده تم في كومبليت اسيبتك كونديشن، ظروف تعقيم شامله؟ هل عملت كده؟ لا، انت عامله في الجو، ظروف غير معقمه. تمام، ادي حاجه. واحده بتقول له طب ما تكبها على طول، قال لها لا هتتدلدق على الارض. طيب طبعا هتاخد التركيبه دي تحطها في مناخيرك، وده يعتبر كورتيزون موضعي. يبقى انا كده وفرت حاجه مضاده للاحتقان وحاجه مضاده للالتهاب. تمام، وده كورتيزون موضعي. الكورتيزون اللي بيتحط في الانف اللي هي ميوكوزا غنيه بالبلاد كابيلاريز اللي بتوصل الدواء في جزء من الثانيه للدم، دي اسمها انهاليشن وليست موضعيه. انهاليشن وليست موضعيه، بتوصل للدم في جزء من الثانيه دون ان تمر على الكبد. الدواء العادي بيعدي على الكبد، يحصل له ديتوكسيفيكيشن وبعد كده يطلع. دي بقى ما بتعديش على الكبد، بتوصل مباشره. لما في ناس في الافلام بيشم هيروين بيموت في ثانيه، لانه بيوصل الدم في جزء من الثانيه. تمام ماشي. بعد اذن حضراتكم نستعرض الادويه بتاعه الكورتيزون اللي للانف اللي انهاليشن. امسينولون اهو، نازوكورت امسينولون، مش ديكسا ميسازول. وجرعته بايه؟ بالمايكروجرام. مايكروجرام، ومن لا يعرف المايكروجرام، هو جزء من ضمن مليون جزء من الجرام، يعني واحد على مليون. جرعه الانف اهي مش 8 مللي جرام، مش 8 مللي جرام، لا ده واحد على مليون من الجرام. امسينولون. طيب نشوف التيكانيز، فلوتيكازون برضو بالمايكروجرام، فلوتيكازون. الاماميز اهي فلوتيكازون اصلا وبالمايكروجرام، فلوتيكازون. الفليكسونيز فلوتيكازون برضو، الفليكسونيز فلوتيكازون. النورينوز موميتازون، النورينوز موميتازون وبرضو بالمايكروجرام، كلهم بالمايكروجرام. تمام، البيكلوميسازون كل دول خاصين بالانف، وليس من ضمن تركيبهم ديكساميسازون، ليس من ضمن تركيبهم. اهم بخاخات الانف كلها مفيش حاجه فيها ديكساميسازون. تمام، الديكساميسازون الانبول، ديكساميسازون انبول اي ام واي في، يعني للعضل وللوريد وليس للانف. المركب الناتج عن خلط المركبين دول هو مركب ثالث، انا ما اعرفش ايه هو، ايه ماهيته، هيعمل ايه في الميكوزا، هيعمل ضمور في الميكوزا بتاعه الانف ولا هيعمل ايه؟ كل النصايب دي وبيوصفها علنا. تمام، بيوصفها علنا. طيب هل الكورتيزون ووصف الكورتيزون من اختصاص السادة الصيادلة؟ أنا بقول لحضرتكم الكورتيزون ليس من اختصاص السادة الصيادلة، والكورتيزون الموضعي هو الكريمات، ده الكورتيزون الموضعي. لكن كورتيزون هحطه في مناخيري ده انهاليشن، لو حد عنده سكر سكره هيعلى، لو حد عنده ضغط ضغطه هيعلى، لو حد عنده قلبه هيحصل له مشكلة. فلا يجوز هذا الوصف علانية نصايب سودة، ولا يجوز عمل خصم على الدواء 10% وتوصيل الدواء مجانيا حتى البيوت. حضرتك لما بتتوجه لطبيب، الله لا يقدر، ربنا يحفظ صحة الجميع، وبيبقى كشف الطبيب في عيادته 100 جنيه وحضرتك بتبقى عايزه لا قدر الله في زياره منزليه، الناس مش قادره توصل للطبيب. الطبيب اولا بيديك ميعاد بعد انتهاء عيادته، ده رقم واحد. رقم اتنين كشف العياده 100 جنيه،
الفيزيتا الخاصه في البيت بتبقى 500 600 مضروب على طول في 5 في 6 في 10، لانه رايح زياره خاصه لحضرتك في البيت. دي المهن. لكن ان مهنه تخترق بهذا الاسلوب وبهذا الشكل، ان حضرتك وبعدين تقول لا انا ما بيهمنيش حاجه، انا ما بخافش، لما انت ما بيهمكش حاجه وما بتخافش، بعد ما رفعت الفيديو بتاع الخصم 10% لمشتركين القناه والتوصيل المجاني، رجعت ازلته ومسحته ليه؟ دي برضو من الشجاعه بتاعتك. فحضرتك بتدمر العلم، بتهين المهنه، بتخرب المهنه. زملاء كتير اكتر من 66 تليفون على مدار 3 ايام، ناس مبيعاتها اللي كان بيعمل 3000 بقى بيعمل 500 جنيه او 400 جنيه، اللي بيبيع ب 10000 بقى بيبيع ب 1000 جنيه. ليه؟ لانه قاعد في صيدليته مش داري بالدنيا، والدواء بيوصل لغايه البيت بخصم 10%. الف الف مبروك. فطبعا احنا لما يعدي الناس يبصوا لنا من فوق لتحت كده، انت مالكش لازمه. ليه؟ ما انا برن التليفون الدواء هيجي لي لحد عندي وبخصم 10%. عمركم شفتوا مهنه بتتهان بالمنظر ده؟ عمركم شفتوا سباك بيعمل كده؟ ميكانيكي بيعمل كده؟ عمركم شفتوا؟ ده انت اي حد دليفري لما بيجي لك بتطبق 10 جنيه وتديها له، او بتطبق 5 جنيه وتديها له. فاحنا في نماذج مننا بتدمر المهنه وبتنخر في صلبها وبتخرق القوانين العامه للنقابه العامه لصيادله مصر. اخطاء علميه بالجمه ونصايب سوداء موثقه، واخطاء في حق المهنه وفي حق الزملاء. ربنا يهدي الجميع ويكفيكم شر الجهل والطمع. دمتم بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.